أبتدي معاكم قصة هي قصتي أنا، لكن هقولها لكم عشان تعيشوا معايا في القصص اللي جاية بعد كده. في شهر 7/79 أبونا بشير كامل راح السماء في 1 مارس 1979. أنا في شهر 7 حسيت بألام شديدة في معدتي، فروحت للدكتور اسمه أرنست شلبي، هو توفى دلوقتي، كان أستاذ أمراض بطنة في الأصل العيني. فروحت عنده كشفت، قال لي بص أنا مش هضحك عليك، أنت عندك سرطان في المعدة والسرطان شديد قوي، لا هينفع كيماوي ولا إشعاعي ولا أي دواء هينفع معاك، أنت قدامك 6 أشهر اللي هتعيشهم بالكتير، متع نفسك وكل حاجة، ولا حاول أخذ أسبرين حتى، عيش حياتك ال6 أشهر دول الفاضلين. نزلت من عنده، الحقيقة كل اللي كان شغلني إزاي ألحق أتوب، إزاي ألحق أعمل عشرة مع ربنا عشان لما الجسد يرجع للتراب أم يكون ليا نصيب مع ربنا، ده اللي شغلني بس، لكن مفيش خوف مفيش حاجة، مرض وخلاص وحموت بيه وخلاص، يعني مفيش مشكلة. لكن كان في أطباء في أمريكا مصريين عملوا لي استثناء في مستشفى كبيرة قوي في نيويورك، وعشان خاطر أتعالج هناك على نفقة الحكومة الأمريكية لأني ما عنديش أي إمكانيات مادية. وفعلا سافرت على أمريكا ورحت المستشفى ودخلت، وكان رئيس القسم دكتور ياباني، كشف عليا وعمل أشعاعات وكله، قال نفس الكلام اللي اتقال في مصر، انت عندك سرطان مش هتعيش غير 6 أشهر، اتمتع بنفسك، كل اللي انت حاسس انك محروم منه من اكل او شرب اشرب وكل واعمل كل اللي انت عايزه في 6 أشهر دي، لكن مش هديك اي دواء. قلت خلاص بقى ده كده الموضوع اتاكد. كان كنايس كتيره لما عرفت اني موجود واني احد اولاد ابونا بشوي الصغيرين، فكانوا يندهوني عشان اتكلم على ابونا عشان كان لسه رايح السما بقاله كم شهر. فكنت بتنقل بقى من الكنيسه دي للكنيسه دي وباكل وبشرب وخلاص يعني، وما قلتش لحد على ان 6 أشهر دي، لغايه يوم 4 سبتمبر 1979. الموضوع كان في شهر 7/79، في شهر سبتمبر 79، 4 سبتمبر 1979، خدت شنطتي وكله، لان كان تاني يوم حسافر ارجع مصر خلاص، وكنت شلت شويه في الشنطه وانا عندي ظهري كان مش سليم، فتعبت شويه، فادوني قرص اسبرين اسمه تايلينول، خدت قرص التايلينول بشويه 7، وبعدين حسيت بحريقه جامده جدا في بطني، حاجه بتحرقني قوي قوي، فقعدت اشرب ميه مفيش فايده، الحرقان عمال يزيد لدرجه اضطريت ان انا اتقايا، فدخلت في الحمام وقعدت في الارض وابتديت اتقايا في السلطانيه كده لغايه لما ابتديت اتقايا دم. العيله كلها بقى بلغوا بعض انهم يجوا عشان يودعوا فلان لانه في حاله خطره جدا، وانا ما عنديش جنسيه امريكيه فالاسعاف ما تشيلنيش ولا صيدليه تصرف لي اي دواء، والعيان عايز الدكتور عايز العيان قدامه مش عايزه في التليفون، فكل السكك اتقفلت خالص. من كتر ترجيع الدم ابتديت اغيب وارجع اغيب وارجع وانا مش دريان بنفسي، فوانا بغيب كنت بنده ابونا بشوي كامل وانا ما اعرفش، فلما كنت بفوق كان قرايبي اللي موجودين حد يقول لي منهم ان شاء الله ابونا بشوي هيجي ويشفيك، ان شاء الله ابونا يشفيك، وقال لهم ليه انتوا عمالين تقولوا كده؟ قال له ما انت عمال تنادي عليه اهو. اتاري عقل البطل عمال ينده وانا بغيب وانا مش دريان باي حاجه، هو في قلبي وحبي وكل حاجه لكن انا في حاله مرضيه. فقلت لهم طب هاتوا الكاسيت وحطوا لي القداس بتاع ابونا بشوي. جابوا الكاسيت وحطوا قداس ابونا بشوي، وكان معايا في الانجيل جزء من جلبيته السوداء، لما كان بياخد كيماوي كتير كان الشعر بتاع دقنه يقع، فمراته تاسوني انجيل الله ينيح نفسها
كانت تاخد الشعر ده تجمعه. فلما عرفت ان انا مسافر عشان كذا ادتني شويه شعر حطيتهم جوه الانجيل، فقلت لهم هاتوا الانجيل بتاعي، خدته وحطيته في جيبي. وقلت حاجه واحده بس، قلت له يا ابونا انا نفسي الناس تعرف انت مين عند ربنا. كان غصب عني لان انا حطيته قدام امر واقع، يا قديس يا مش قديس، والناس عمال تسمع اسمه وما قلتش اسم تاني، هو اسمه بس اللي انا عمال اقوله. بعد ما قلت كده ما عرفش فات قد ايه من الوقت للامانه، 10 دقايق، ربع ساعه، ساعه، مش عارف. لكن المهم ان القيء وقف، بس انا كنت همدان جدا جدا بقى، فشالوني شيل من على الارض وحطوني على السرير، وكانت الساعه وصلت 5 صباحا، فقالوا لي تستريح ساعه واحده وناخدك على طول فورا على المستشفى. ففعلا دخلت على السرير زي نعست من كتر التعب، وبعدين جم صحوني وقالوا لي يلا جهز نفسك، بس هم هناك يسمعوا النشره الجويه عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. فسمعوا في النشره الجويه ان في هراكين ديفيد، دي اصعب عاصفه بتحصل في امريكا، لدرجه في كوبري اسمه البارازانو بريدج، الكوبري ده هوت اذا مشيت عليه عربيه في العاصفه دي تتقلب في المحيط. فما فيش طريقه اوصل للمستشفى، هو ده الطريق الوحيد اللي يؤدي للمستشفى. فاتصلوا بالدكتور في التليفون، قال لهم انا قلت لكم العيان يكون قدامي، قالوا له مش قادرين نيجي، الطريق مقفول وممنوع ان احنا نمشي عليه. قال لهم خلاص خلوه زي ما هو، ما يسافرش ولا اي حاجه، وانا هعمل كونسولته وهتفق على كل حاجه وابلغكم. ففضلت قاعد، قرايبي مسكوا تذكره قطعوها وقالوا لي خلاص بقى بعد اللي حصل مش هسافر الا لما نشوف بقى ايه حكايتك. قعدت بقى انا مستني كلمه الدكتور امتى اسافر، او هيعمل عمليه ولا هيعمل ايه ما اعرفش. لكن كنت ممنوع من اكل كل حاجه، كنت باكل مسلوق بس. ابتديت اكل كل حاجه، وكل بيت كمصريين يعزموني، واشرب سيفن لاني كنت بحب السيفن جدا، زي ما اشرب ما احسش باي تعب. قعدت على الوضع ده 40 يوم. بعد 40 يوم جالي تليفون من المستشفى، الدكتوره المصريه اللي هي دخلتني المستشفى هي رئيسه قسم، قالت لي جهز نفسك النهارده الجمعه يوم الاثنين هتدخل المستشفى عشان في دكتور شيوعي صيني، بروفيسور كبير قوي بتاع الجراحات المعقده اللي زي اللي انت محتاج لها، هو اللي هيستلم الحاله بتاعتك ويعمل لك عمليه خطيره. قلت لها طيب، فقفلت السكه. وبعدين قلت هو العمليه عشان ايه؟ يعني عشان الترجيع ولا عشان ايه؟ وانا مش حاسس باي وجع ولا متالم ولا باخد اي ادويه ولا باخد اي قرص اسبرين. فرحت متصل بيها قلت لها هو الدكتور هيعمل ايه؟ قلت لها هيعمل ايه؟ انت ناسي انت ايه؟ مش انت عمال تنزف وكل ده؟ قلت لها صح عندك حق. قفلت السكه وبعدين افكر، الله، طب ما انا دلوقتي مش بنزف، فاذا كان هو عايزني عشان نزيف انا ما عنديش. رحت متصل بيها ثالث مره، قلت لها يا دكتوره انا ما عنديش نزيف دلوقتي من يوم 4 سبتمبر، ما عنديش حاجه خالص، وباكل اللي انا عايزه وبشرب اللي انا عايزه، فنزيف ايه اللي هو هيعالجه؟ قالت لي انت فاهم بتقول ايه؟ قلت لها لا مش فاهم. قالت لي اللي انت بتقوله ده معجزه. اول مره اسمع الكلمه دي. فقلت لها معجزه يعني ايه؟ قالت لي يعني مش ممكن تكون طبت كده يعني من نفسك، يعني طبت كده مره واحده بعد 40 يوم؟ لا مش هينفع. اقعد وركز وافتكر القصه من اولها، وارجوك تبلغني بمنتهى الدقه لان انا استاذه دكتوره واللي انا بكلمه استاذ دكتور. قعدت افكر يا رب حصل ايه، يا رب حصل ايه؟ لقيت ما حصلش حاجه ابدا، غير ان انا ندهت ابونا بشوي وهو استجاب وشال كل الالام اللي كانت موجوده، ونزيف وقفه وهو اللي عمل كل حاجه. فاتصلت بيها تاني قلت لها حصل كذا وكذا وكذا، وابونا بشوي هو اللي عمل كل حاجه. قالت لي يعني انا اروح اقول للدكتور كده؟ قلت لها طبعا. راحت قالت له العيان دلوقتي بقاله 40 يوم لا بيرجع ولا في نزيف ولا بياخد اي ادويه، وعايش حياته كلها ويتنقل في كل الولايات وما فيش اي حاجه خالص. قال لها يا انت دكتوره يا انا دكتور.
المريض ده بالحالة بتاعته اللي جوه الفايل بتاعه لا يمكن تطيب إلا بعملية جراحية دقيقة جدا أنا الوحيد اللي عاملها. فهو راح لدكتور تاني لازم يقول لي اسمه إيه وأنت إزاي دكتورة ورئيس القسم. هزقها، اتصلت بي قالت لي يا فلان أنا تهزقت بسببك، الدكتور بيقول كذا وكذا وكذا. قلت لها أنا بكلمك بكل أمانة، أبونا بشوي هو اللي عمل كل حاجة، لكن لو عايزة توضحي له أكتر قولي له يسوع المسيح وكان معاه مساعد اسمه أبونا بشوي كامل هم اللي عملوا العملية، لكن إذا صمم عايز يعمل العملية أنا مستعد، بس أكتب على إقرار إن إذا لقى سرطان وأدت العملية لوفاتي أنا مش هطلب أي تعويض، لكن لو فتح وما لقاش سرطان هطلب دم قلبه. فراحت قالت له الكلام ده، قال لها العيان ده اتعالج عند دكتور تاني وبيقول انت بتقولي اسمه يسوع المسيح. فراح اخذ الملف بتاعي وكتب المريض راح لدكتور اسمه يسوع المسيح وكان معاه مساعد اسمه الاب بشوي كامل وانا مش مسؤول عنه مدى الحياه ولا انا ولا المستشفى. تاني يوم ركبت الطياره ورجعت مصر. من وقتها ما اكذبش عليكم عهدت نفسي قدام ربنا ان اي عمر لسه ربنا مديهوني شهر اتنين اي حاجة هكون مديون لربنا في الشخص كل مريض. علشان كده احساسي بخدمة المرضى انا بقولها لكم كاعتراف احساس بالمديونية، انا مديون لربنا. طيب انا مش بشوف ربنا، مديون لربنا في شخص كل مريض زي ما قال في متى 25 كنت مريضا فزرتموني. فكنت دايما انا عندي الاحساس ان مديون لربنا كل العمر اللي فاضل واللي هو لغايه دلوقتي. لالهنا كل المجد والكرامه الى الابد امين.